مرحبا، اليوم سنقوم بفتح هذا الصندوق. إنه يحتوي على شخصيات بي جي ماسك. هيا بنا لنرى كل الشخصيات. أولا يوجد أوليت أو البومة، إنها ترتدي اللون الأحمر. ها هي عباءتها متحركة. مرحبا أنا أوليت، كيف حالكم؟ ما هو حيوان أوليت؟ إنه البومة. انظروا كم هي جميلة، لونها أحمر أيضا. مرحبا، تعالي أيتها البومة. والآن الكات بوي أو القط، ذيله يتحرك ويداه أيضا. مرحبا يا أصدقائي، أنا القط، كيف حالكم؟ ما هو حيوانه؟ مياو مياو، إنها القطة. مرحبا أيتها القطة الجميلة، تعالي معي. مياو مياو. والآن سنفتح الزاحف أو جيكو، لونه أخضر وهو جميل وذيله يتحرك. مرحبا يا أصدقاء، أنا جيكو، وهذا هو حيوانه. حيوانه زاحف ولونه أخضر. انظروا كم هو جميل، كل واحد منهم يأتي مع حيوانه. مرحبا، تعال إلي يا زاحف. والآن حان دور الأشرار، إنه النايت نينجا. إنه شرير جدا، سوف أقضي على المقنعين الصغار. أين هم؟ أين هم؟ سوف أقضي عليهم. وها هم أصدقائي الثلاثة، تعالوا. حسنا يا سيدي، هيا لنقضي عليهم فورا، نحن جاهزون. النايت نينجا وأصدقائه الثلاثة. والآن لنفتح روميو. ها هو روميو، يرتدي نظارته، وها هي عباءته تتحرك أيضا، لونها أبيض، ويحمل شنطة صغيرة على ظهره، ويلبس قفازاته. لديه هذا السلاح، سأضعه في يده. سوف يقوم بعمل أشياء شريرة ليحاول القضاء على المقنعين الصغار. ها هو يحمل سلاحه الشرير. سوف أقضي عليهم. والآن هذه اللونا جيرل، ترتدي هذا الرداء الأسود، أيضا يتحرك. أنا جاهزة، سأقوم بعمل أشياء شريرة. يوجد في هذه اللعبة هذه القطع الإضافية. أتمنى أن تكون هذه اللعبة قد أعجبتكم. أرجو الاشتراك في قناة A&Y Toys Time لمشاهدة المزيد من الألعاب ولمشاهدة مغامرات المقنعين الصغار. شكرا للمشاهدة، إلى اللقاء.